مرحبا. راح نجهز اليوم بشاميل اللحمة. بالنسبة للمكونات راح نحتاج معنا تقريبا نص كيلو خضرة مشكلة، راح نحتاج معنا كيلو لحمة ناعمة، راح نحتاج بصلتين صغار مقطعين مفرومين، راح نحتاج معلقة صغيرة ثوم مهروس، راح نستخدم 4 معالق كبار معجون طماطم. بالنسبة للبهارات راح نستخدم نص معلقة صغيرة كزبرة، ربع معلقة صغيرة جوز الطيب، ومعلقة صغيرة بهار مشكل، بالإضافة إلى الملح طبعا. راح نستخدم تقريبا نص كيلو معكرونة مثل ما أنا شايفين. بالنسبة لخلطة البشاميل راح نستخدم 5 كاسات حليب، راح نستخدم زبدة، راح نستخدم معلقتين كبار نشا، و4 معالق كبار طحين، وراح يكون عندي كمان نص كاسة ماجي مروب مثل ما أنا شايفين. طبعا راح نستخدم جبنة موزاريلا للتزيين مع صينية البشاميل، راح تكون هاي بآخر مرحلة تقريبا. أنا هلأ طلعت الموزاريلا من الثلاجة وراح أضيف على طرف لبين ما نخلص التجهيز إن شاء الله. الخطوة الأولى راح نبلش بتجهيز معكرونة. هاي راح نحط بطنجرة على نار متوسطة مي، مجرد ما المي تسخن راح نضيف المعكرونة عليها. راح نضيف رشة ملح ونحركهم مع بعض. وراح نعيفهم على النار تقريبا لمدة 10 دقائق وبعدين نطفي تحتهم. هلا المرحلة الأولى لبين ما تستوي معنا المعكرونة راح نبلش بتجهيز الخلطة. راح نحط معلقة كبيرة زبدة على النار، وراح نضيف فوقهم البصل ونقلبهم لبين ما البصل يصير لين معنا. راح نحط رشة ملح على البصل بالإضافة للبهار المشكل، وراح نضيف كمان الكزبرة فوق البصل. وهلأ أول ما البصل يلين معنا راح نضيف معلقة ثوم ونحركه مع البصل. وهلأ راح نضيف اللحمة فوق البصل والثوم ونحركهم مع بعض بشكل كويس. وهي هلأ أضفنا اللحمة، راح نتابع تحريك اللحمة لبين ما تاخذ معنا اللون بشكل كامل، وبعدين راح نضيف الخضرة عليهم. هلا بهي الاوقات انا راح طفي تحت المعكرونه ونخليها على طرف ونتابع تقليب اللحمه مثل ما حكينا لبين ما تاخذ معنا لون بشكل كامل. هلا اللحمه اخذت لون تقريبا، صارت استوت على النار تقريبا بشكل كامل. هلا راح ننتقل للخطوه اللي بعدها، راح نضيف الماجي مع الطماطم والخضرة ونقلبهم مع بعض مع اللحمة. وهلا بعد ما حركناهم مع بعض بشكل جيد راح نخليهم مع بعض لمدة 10 دقائق على نار هادية. بهي الأثناء أنا راح أحمي الفرن على درجة 180 لبين ما نبدأ بتجهيز صينية البشاميل ونحطها بالفرن. هلا بهي الأثناء راح نحط 4 كاسات حليب على نار هادية ونضيف عليهم الزبدة ونحركهم مع بعض ونخليهم لبين ما يفتر الحليب معنا. هلا بهي الأثناء رح ناخد كاسة حليب بشكل منفصل ورح نحط فوقه 4 معالق كبار طحين ومعلقتين كبار نشا ونحرك المكونات مع بعض. هلا
بالطريق زي ما بقولي. وهلا اول ما بلش حليب يدفى معنا على النار راح نضيف عليه اللي هو خلطة الحليب مع النشا والطحين. وراح نضيف عليه كمان جوزة الطيب. وراح نحركهم مع بعض. لازم نتابع التحريك مشان ما يتكتل معنا الصوص. بهي الأثناء أنا راح طفي تحت اللحمة تقريبا صار 10 دقايق مثل ما أنا شايفين. إذا راح نستمر بتحريك الحليب على نار هادية مع النشا والطحين اللي أضفناهن بشكل مستمر مشان ما يتكتل معنا مثل ما حكينا لغاية ما نحصل على كثافة معينة للصوص تكون كثيفة، وبعدين بيكون صوص البشاميل عنا جاهز للاستخدام. وهلا راح نطفي تحتها. حصلنا على السماكة هاي مثل ما لكم شايفين. راح طفي تحت النار ونبلش بتجهيز صينية البشاميل. هلا راح نبلش بتجهيز صينية البشاميل مشان نحطها بالفرن. اول شي راح ناخذ المعكرونة نعمل الطبقة الاولى منها. وهلا مثل ما انا شايفين حطينا الطبقة الاولى. هلا راح نحط اللحمة كطبقة ثانية. وهلا راح نحط طبقة من صوص البشاميل. وهلا راح نحط طبقة معكرونة اللي هي الطبقة الأخيرة. وهلا راح نرجع نضيف كمان طبقة صوص بشاميل. وهلا الصينية جاهزة راح ندخلها بالفرن على درجة 180 لمدة تقريبا 30 ل 40 دقيقة. وبآخر مرحلة راح نضيف بعدين جبنة الموزاريلا على وشها، نعيفها كمان 5 دقائق بالفرن وبتكون بعدها جاهزة للتقديم. وهلا بعد مرور 40 دقيقة راح نطلع البشاميل من الفرن. راح نرش عليها جبنة موزاريلا. وهلا حطينا جبنة الموزاريلا على وشها وراح نخليها بالفرن كمان. وهلا بعد ما طلعناها من الفرن بتكون جاهزة للتقديم. وألف صحة.